بالنسبة للإثارة الرجل والمرأة والمسيح حتى وكان ما في تدقيق يعني من البارحة أو غيرك تكلم المرأة مع المرأة أو الرجل مع الرجل غير هذا لا يجوز لا يجوز لا ما يجوز لا بد أبد لا يجوز نعم. يقول الأحنف بن خيس يقول يا أيها الناس جنبوا مجالسنا النساء والطعام. أغلب مجالس الناس تلقى شايب كبير ها يقول لك أبجد هوز اصحى اتجوز شايب كبير سبحان الله أنت ما بقى لك لا بقت لك آلة ولا سلاح ولا رصاص يعني يا الله الخراب. كان الأحنف بن خيس يضغط هذه المجالس جنبوا مجالسنا النساء والطعام تبارك وقد فيها دليل وفيها حديث أن هذا يعتبر من أشد الناس ومن شر الناس من يفعل ذلك. الله يجزاكم خير وكتاجركم ويجعل هذا مجلس حسنات وصالحين الحمد لله وصحبه وسلم وخير دعوان.